اهلا وسهلا وهون رفيق قال لي لط في الجو يا وحده هيك هلا بدي اقولها هلا قال راحوا هالنسوين وهالرجال تينبسطوا هونيك ليله ويسهروا ومدري شو كله كلهم انبسطوا الا في وحده مره ليه لان هي نامت مع جوزها رايحين كل يوم بدنا ناكل فلافل خلاص خلصنا بقى نعم قال له واحد شاف قال له لك بتعرفوا هاي قال له هيدا التدخين بيسبب سرطان مكتوب قال له ما عندك دخان التدخين بيسبب عجز جنسي قال له ما عندك دخان للسرطان بس تحطوا كلمة سكس الناس بتركض ولي في واحد ببيع صرامي عندنا بالحي سكس شوز قال لي بس حطيت سكس كلهم بيجوا مثل اللي بفوت إلا بدي ياكل شيء بلاقي مطعم عندنا هالكبت ومهضومة يعني لو ما في حشاشين على شو بدهم يركبوا النكتة يعني كلهم بدهم يركبوها هيك نعم يا حبيب قلبي رح فرجيكم هالصورة ومنختمها بصورة الحب آخر إيدي هلأ في صحوة عالمية في وحدة بتلعب محجبة وبتلعب معهم ماراثون راكد مدري شو قالوا ما بدنا ناس محجبات معنا بيقوموا كلهم بيتحجبوا وبيقعدوا معها عفاكم مشان هيك لازم نساند بعضنا نكون سند ونفهم شو الحجاب بس انت بتتحجبي انت لا انت بدك هيك انت بدك هيك الارمن كان حجابهم هيك نعم اثناء المباراة فما كان من زميلاتها تضامنوا معه كلهم بده يجي نوم يقول كلنا نتضامن مع الغير محجبة ومسيحية وبهائية وشو ما كانوا وأهل الشارع وأهل البيت وأهل القصر وأهل القبر أنتم السابقون ونحن اللاحقون كلنا إخرتنا تحت هالتراب شوية تراب إجت مرة تغني الجوزة قالت له بتحبني شيري قال لي أكيد بحبك بتحبني شيري قال له لك بحبك رجعت سألته قال له ولك عم بحب كل نسوين الحي عم بحيكم شو ما بدي خلص ما تقلي دم عليه حقيقة هيك يعني إجا رجال عالبيت وجايب وردة قالت لي ما فيش ولا مرة بتعمل قال رحت عند صاحبتي ما لقيتها جبت لك اياها قالت له إيه حاجة تكذب من قبل فوت كان مرة صادق معه خليك صادق بس هي وين كانت؟ ما كانت قاعدة مع صاحبها قالت تلفي انت شوف وين جوزي ومدري شو هيك هيتو عم بغشني كل كما تكوني ولا يعني انه شو هو الغش بس من الدش من الهش كونوا صادقين بأي عمل عم تعملوه قال لها لمرته صحيح انت بتحبيه لفلان وبتنامي معه قالت له ايه قال لها سامحيني لو اللي بدك اياه لقيتي فيي ما رحتي لعنده، انت اختي وهو خيي ولادنا ولادنا. في قبائل كثير هيك. كلهم. مش انه عيب وزنا، لازم تكوني عذراء. هلا بدي بوس اللي خليكي عذراء، قالت له بوس ليزي. حلوه كثير هالقصه وبحب احكيها. في اثنين اصحاب عم بيمشوا. وهن اصحاب. يقوم واحد وبيضربوا ألا متوجع أعز أصحابي اليوم ضربني كتب على الرمل هنو ماشي إجت موجة رملية بدها تاخذهم علقة إجرة إجا اللي ضربوا خلصوا أعز أصحابي اليوم خلصني كتب على الصخر قال له ليش كتبت على الرمل وهي على الصخر قال له وقت واحد بيأذيك حتى على الرمل بيجي الرمل بيمحيها واللي ما بيأذيك على الصخر مشان هيك المسيح قال له على هذه الصخرة أبني كنيستي وبيعتي بس ما ضل حدا معه يلي كانوا معه كم مرة النسوان والتومة بس الحقيقة ما إلا جوانح بتطير لعند أصحابها انت ما عليك زراع البذره
والله بشتي شتي دنيا تزيد موسمنا ويحلى. انت كتب، انت رسوم، حدا فهم فهم ما فهم، انت عم تعملها لإلك. تعلموا تكتبوا وجعكن على الرمل وتنحتوا المعروف على الصخر، وتعلموا انه ما يكون في بيناتنا الا الالفة والتسامح، لانه اللي ما بيغلط ما بيكون من الناس كلنا. اذا ما غلطنا انا بدي اتعلم من غلطي ومن غلطك، ما في وقت لاتعلم بس من غلطاتي. الغلطة هي غطة، يلا العصفور بيطير وبيغط من غط من قالوا له العصفور منك شايفون عم بيحفروها للشجرة الصوى؟ قال له أنا ما متكل على الشجرة وعلى المنشار، أنا متكل على جوانحي. شوفوا التناغم بالطبيعة، شوفوا الطيور كيف بتطير وبتساعد بعضها، شوفوا الحيوانات، شوفوا النمل، شوفوا الفراشة. يا حبيبي حطوا فراشات اصطناعية ووحدة طبيعية، وحطوا زهور اصطناعي وحده طبيعي طبيعيين. الفراشه تطير هوديك ما يطيروا، والفراشه الطبيعيه فاتت على جنينه يلي كله اصطناعي في زهره وحده غطت اخذت قد ما بدها من العسل وراحت خبرت اصحابها على اي زهره بتغطوا، بيروحوا بيساعدوا بعضهم. مش هيك في اللي حمك في سلطان مخفي، الطبيعة بتساعدك وبتعلمك. أمكم الأرض كان يقوم بكير مثلاً أبو جريس ويروح يفلح وينكش ويزرع ويعمله، يرجع يجي تغسل له إجري وتحط له الأكل. أنت ملكي ببيتك وهو ملك بالحقلة، الحقنة على الحقلة. نعم الأصمعي قال شفت بدوية من أحسن الناس وجه حلو كتير ورجوزة بشع، فقالت وقال لها الأصمعي يا هذه ترضي أن يكون تكوني تحت هذا؟ فقالت يا هذا لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني ثوابه، وأسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عذابي، أفلا أرضى بما رضي الله به؟ يا حبيب قلبي لا تسقط شعرة من رؤوسنا، كل شيء إجا تيعلمنا، نتعلم الألم. علمني من ألمني وكف الطريق وتعلم. منين تعلمت الأدب ولا من قليل الأدب؟ أنت هيدا الدرس لإلك، لا يصيبنا إلا، لا تسقط شعرة من رؤوسنا إلا 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 على أكيد، يعني إلا يعني أكيد أكيد أكيد. هيدي رح أقراها بالعراقي وبحبه كتير لعيسى العراقي آيزاك، وإن شاء الله يكون عندك هالجرأة وتفتح التلفزيون ويكون شرق غرب ما في الحبوب بأمريكا والعراق، بس كتير عنده حب بعد لشلوش وللعراق. أكو في يوم واحد يخاف من مرته، كل ما يصلي يدعي يا رب تموت مرتي يا رب تموت مرتي، فديو دي يصلي مرته صارت قدامه ما يقدر يدعي، قال يا رب مثل ما قلت لك البارحة. إنه تفسيره بلغتنا، كل واحد كده، في واحد كل يوم بيصلي يا رب تموت مرتي يا رب تموت مرتي يا رب تموت مرتي، دخيلك موت لي اياها موت لي، شايفه قدامه، قال له يا رب دخيلك يعني اعطيني مثل ما قلت لك امبارح. بدو اياها تموت، كل الوقت يدعي عليها انه خليها تموت. حلوه كثير وكلهم برجع بقولن هو كرمالكم، قد ما تقولوا لي مريم رجعي ذكرينا فيهم، برجع بذكركم تحطهم بايدي وبقلبي. رجال كبير بالعمر ومعه ولد عمره 25 سنه وقاعدين بالترين، كلنت في هالولد يقول له دادي بيي لك هالشجره لونها خضرا، بيي لك هيدي عم بتشتي الدنيا عم بتشتي عايدي، بيي لك لك شوف شوف في شمس، بيي لك لك كيف الشجر بتركض هيك، شو هاي هالدكه كي هالخين تخبرني عنهم ما هيك. في رجال ومرا قاعدين قالوا ما بصير نسكت نحن لازم نقول له للبي، قالوا له يعني بدنا نقول لك لو بتاخذ ابنك لعند الطبيب وهيك، قالوا هي اول مره جايه من عند الطبيب، ابني خلق اعمى
بس هلا بلش يشوف. كنت انا خبر حكايات وقصص وهيك، هلا عم بيشوف وصار. لا تحكم على الاخرين من وجهة نظرك، دائما هناك شيء نجهله. طبعا الانسان عدو ما يجهله. بعثت كتاب الجهل هلا لجماعه بامريكا، قلت لهم عرب انتوا هون عدوا تقروا هاي. كلهم هلا عم بيحكوا كيف بدهم يقتلوا اوباما، كيف بدهم يقتلوا هيك. هو هيك ميت يعني، بس ليش وقعت امريكا؟ شوف شو عمل كولومبوس بسببنا كلنا. الانتقام شو هو؟ الغفران اقوى الانتقام. انت اعمال منيح وبس. كنا نقول بلبنان اعمال منيح وكب البحر، ابقش في بحر خلاص. استأجر جحي دار وكان خشب السقف عم بفرقع. اجا واحد صاحب الدار قال له بدك تدفع لي الاجار، قال له يا اخي صلح السقف عم بقرقع، قال له لا بأس فانه يسبح الله، قال له جحي اخاف ان يزداد خشوعه فيسجد. جحي من كبار الصوفيين، مولى نصر الدين اسمه، مولى كبير، وهو اللي عنده بس ضحكه وهيك. مرق وهيك شافه عمر قال له جحي شو هي اللون احمر؟ قال له لبن، قال له لبن. جحي معهم بيد، قال له احمر خجلا منك يا امير المؤمنين. اتركوه. كانوا الخلفاء يعرفوا انه النصارى من حقهم يشربوا خمره، يروحوا يكسروا الخمرات، رجعوها مثل ما هي واعتذروا منهم. سال رجال ايهما افضل يا جحي، بمشي خلف الجنازه او قدامها؟ قال له جحي ما تكون عن نعش، وامشي اينما تشاء حيثما تشاء يا ابو شلاء. نعم. طبخ جحي يوم هون اكل وقعد ياكل مع مرته، قال له شو طيب هالاكل لو ما في ازدحام، هالزحيم زعجني. قالت له اي زحيم؟ لا يوجد الا انت وانا. قال له كنت بتمنى اكون انا والطنجره، مش انا والمره. ياكل وحده يعني كل النهار بدك تكوني بوجهه، ليلا نهارا نهارا ليلا يعني. وهو كمان هيك يروح، وكنت روحي مطرح ما بدك روحي، مطرح ما بدك روحي. يا الله. ايهما اكبر السلطان او الفلاح؟ قال له الفلاح اكبر. لو ما بيزرع ما بيك السلطان. سالوه يا جحي داش مساحة الدنيا كم متر أولاد؟ وفي تلك اللحظة مرت جنازة، قال لهم هذا الميت يرد على سؤالكم فاسألوه، لأنه زرع الدنيا وخرج منها. تتذكر وقت قال له روح بس تغيب الشمس بتوقف، فهمت؟ كل الأرض اللي بتركض فيها هيدي إلك. وصار يركض يركض يركض، عم بتغيب الشمس، يركض يركض يركض، بلشت تغيب الشمس، عم معلش شوي الاولاد شوي الاحفاد شوي الاهل، طب 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 غابت الشمس، طب ومات. عندنا طمع، حاش تركضوا لبرا، رح هي جوا جوا بدك تشوفها. وفينا انطوى العالم الاكبر وبس. تامل ساعه يعني لحظه مش ساعه، خير من عباده 70 عام. قال كان أمير البلد بيعرف إنه يقول شعر، قال شعر نهار حلو كتير، أنشد يوم من قصيدة أمام جحي. قال له منا بليغة هالقصيدة يا جحي، ليست بها رائحة البلاغة. غضب الأمير وحبسوه بالإسطبل لجحي، قعد محبوس مدة شهر وطلع. طلع وقام الأمير وكتب قصيدة كتير وغنيها لجحي. قام جحي وصار يقول، قال له وين رايح يا جحي؟ قال له رايح على الإسطبل ليقطع هالهبل. المهم تكتب قصيده وتغنيها. شوفي لي انا كتبت هالقصيده 99% بيكتبوا لي شوفي هالقصيده انا وعم بكتبها، شفت رؤيا وكتبت هي تخيل كبهم دغري كلهم. شوفوا نحن اليوم الانتيبيوتيك وكل هالادويه اللي عم بتموتنا، ليكو مين عملها؟ قدماء المصريون يعالجون المرضى عن طريق وضع قطع الخبز المعفنه على الجروح الملتهبة والمتورمة وعلى كل الأمراض والألام. وكان هذا أول وأقدم استخدام للمضادات الحيوية في التاريخ. الصورة ما بعرف إذا فيكم تشوفوها، لونها هيك باهت، هي بفرجوك سر كبير، هالسر الكبير اللي محطوط
نشوفه اليوم وين السر؟ بالموبايل، كلنا حاملين موبايل وفي بس بدي اشوف السر بالموبايل. بعد ما يكون انسان ورا الكاميرا بيكون موبايل ورا الكاميرا. انا ماني شايفه ورا الكاميرا الا انتو من هالقدح النور اللي قدامي، انتو اللي شايفتكم، كلكم عم تحكوا من خلالي وانا عم بسمع من خلالكم. اوقات كتير بشكر عدنان بتلفن لي بيقول لي بكره في تصوير او اليوم، بنسى اليوم شو بكره شو، برجع بتطلع شوف شو التاريخ هون وشو التاريخ اليوم. هيك انا بحال كل الوقت. يا حبيب قلبي انت، يا حبيب قلبي انت، رح اختمها ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، هالكلام حلو كتير. كل لحظه انت عام جديد، بكل موت وقيامه، وبكل ليل وصبح. من عبكره الصبح انا بقول الحمد لله الحمد لله. قالت لي بس هي للمسلمين كلمه الحمد لله، وليه ما بتقولوا الحمد لله انتم؟ ولا عم بيأشر بايده رفيق انه بالي انت ايه صدقتها. قلت لها بتذكر انه لا الحمد لله لنا وله، مشان هيك كتب لتكن مشيئتك والحمد لله. هذه بعض دعابات النبي وملاطفته لأحفاده حتى تكون لنا عبرة وقدوة، فلا يتحجج أحدنا ويعتذر بكثرة مشاغله عن ملاطفة أبنائه، فليس هناك مشاغل أكبر من مشاغل النبوة ونشر الدين، ومع ذلك لم تمنع الرسول من مداعبة أحفاده. كانوا دايماً إذا كان هو ساجد وعم بيلعبوا على ظهره يطيل السجود. كل عمل عبادة يا أخوتي، هالمحبة أقوى كتير. هودي أطفال بيلعبوا مع بعضهم بينطوا عن بعضهم، تعرفوا الطفل مال يفوت يأكل نحنا منشد فيه فوت قالوا ليه، ما بيعرف شو الجوع، ما بيعرف شو العطش، ما بيعرف شو النوم. بس الناس بينام بيقعدوا بيلعبوا بيعمروا بيت، بيرجع البيت بينهد وبيبكوا وبيأكلوا محططون، بيضربوا بعضهم بيرجعوا بيتصالحوا. نحن الامات بنغضب وما بنحكي مع بعضنا بسبب الاولاد، ما بيعرفوا شو الزعل وشو هي وشو هي. مشان هيك المسيح ان لم تعودوا كالاطفال ترجعوا للبراءه، ترجعوا للفطره. وفي مره هيك الاطفال عم بيلعبوا مع الحبيب مع جدهم ومع هيك، دخل عمر بن الخطاب يوما على رسول الله فوجده حاملا الحسن أو الحسين على ظهري، فقال عمر نعمة نعمة النعمة الكبيرة جملك يا حسين. حلو شو هالجمل، كلمة حلوة كتير من لغة الصحراء. فقال له النبي ونعم الراكب يا عمر يا حبيب قلبي. بهاللحظة بتفوت ستنا فاطمة، يا حبيبتي أنت فاطمة الزهراء، وقالت له للحبيب للرسول لبيا وعنده الحسن والحسين وهما يتصارعان على عادة الأطفال، لا أنت لا أنا. ووجدت الرسول يقول يا حسين هي يا حسين وهو يضحك، أي الرسول يشجع الحسن على غلبة الحسين. فقالت السيدة فاطمة كأنك تحب الحسن أكثر يا رسول الله. فقال لها النبي لا يا فاطمة، ولكن هذا جبريل يقول هي يا حسين وأنا أقول هي يا حسين. فأراد الرسول أن يكافئ الكفة بتشجيع الحسن. كان هو مع جبريل، بس نحن ما منشوف أنه كان على طول الملائكة معه، على طول هالألوهية معه، لم يمسسني بشر. كلنا هيك. فإذا انتبهوا، إذا الولد خاف من العتمة، ولد هيك بخاف من العتمة، بيلعب كل النهار مع أمه عشية بيندحش، عبيه بالنهار عشية بيندحش مع أمه، لأنه وقت كان مع أمه برحمها كان يشوف نور اسمه لومينوس داركنس، عتمة بس فيها نور، يعني آخر الخندق دايما 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 هالنفق فيه نور هونيك. مشان هيك هو نزل 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 هيك وطلع من هونيك وشاف هالمرة، بس هالوجه غير هيداك الوجه.
هاي الأطفال كلها بتعرفها، مش هيك بصير الطفل يفتش على هيداك الوجه هيداك الوجه هيداك الوجه، بدي اتجوز وحدة مثل أمي، والبنت عنوجة تبيع هيداك الرجال هيداك الوجه هيداك الوجه هيداك الوجه. الأبوبة والأموة هون مش بهي، بتاني جسد. بس نحن راح عنا بأمر من الشيطان، مش راح أقول إسرائيل وأمريكا، شيلوا هالعلم من الأمة العربية، علم أبدان وأديان ما فيني شلو. هلأ في كبسة زر وما رح تلاقوا أهبل مني، عم بتعلم سكايب ومدري شو هيك. يا حبيبتي لارا قعدت عندي 10 أيام تقولي هيا نعمل هيك كبسي هون كبسي هون، بعرف بس تبعت لي إيميل أو بعمل ديليت وبلوك 99 أو بقرأ، خصوصي إذا من الناس من الشباب بعرفهم وبس وببعث، غير هيك ما بعرف. جوجل موجل مدري شو، فيسبوك فيسلوك سكايب مدري شو بيقولوا ما بعرف. بس قد ما في ناس عم بتتاجر بالسكايب وفي ناس اسمها مريم نور وعم بيتاجروا باسم مريم نور، ما تصدقوا الا هالمره اذا بدكم ياني انا بحكيكم. وقت اللي بحكي انا وياكم بشوف انه فينا نحكي على التليفون دغري بقول لك بعت لي تليفوني بتلفن لك، بس اعرف سكايب رح نحكي مع بعضنا. ساعتها بقول لك امراض كثيره بس مش من صوتك، انا من صوتك بعرف كثير كيف بتعرفي وهيك شيء بتعجبوا، من الوجه بعرف اكثر من الصوت، اسمه فويس ثيرابي من الوجه. نعم من سمائهم تعرفونه. تتذكروا سلمان الفارسي وقت اللي شاف دعسيت على الرمل يعني الريح خربطته، بس شاف رمله وحده حبه رمل هي سر الرمل، the wisdom of the sand. قال له الرجال اللي قاعد هونيك، قال له يا انت نبي يا انا غبي، قال له يا سلمان الانبياء تعرف بعضها، لو لم يكن سلمان لما كان محمد. قالوا له كيف؟ قال له لو لم تكن هالشجره لما كان محمد، جبل يحبنا ونحبه. مشان هيك يا اخوتي سامحوني، ميتشوكوشي اليوم عم بيحكي والعلماء باجتماع عام ببلد بامريكا وممنوع دخول العرب والمسلمين عم بيحكوا، شو هالاسم المنتشر حول العالم؟ هلا بالسعوديه مين معي يطلع محمد بترد، نحن وطن ما في وطن، بطن ايه في بطن وتحت البطن، بس وطن يا حرام قديش عم بيموت من الجيش عنا، شو ذنبه؟ عم بيدافعوا عنا، شو ذنبه؟ شو ذنب امه؟ كيف بدنا نقول لامه انه ابنك مات؟ بس هيدا القدر؟ نعم. بينام ما بيقوم، هيدا القدر؟ نعم. فيك تغير، فيك تلطف بالأجواء، مشان هيك 99 بتشوف النور أنت، ما أنا إلا بشر مثلكم. وقت اللي استنار بودا صار يضحك ومن كتر الضحك رامز كرشه هالقد، قال لهم كلكم نور من نور بس أنتم مش شايفين أنا شايفكم. قالت له مرته كيف تتركني وبتروح 12 سنة وأنا كنت مخلفة جديد وما جيت شفت الطفل ضليتك مكفى ورايح؟ قال له لو رجعت ما استنارت، رحت شفت كيف عايشين أهل البادية البدو، هن بداية ونهاية ومدد وأبد، كنا عايشين مع الأرض أمكم الأرض. أنت ما في لزوم تروحي، أنت استنرتي أنت وبيتك. قلت له معك حق سمح. ولما ابنه صار عمره 14 صار يطلع شده المعلم تبعه ورا شده، قال له لو ما شفت ما استنار اتركه اتركه يعمل اللي بده اياه، ما حدا حكي شيء عن ابنه لبودا ما حدا بيعرف. فاذا حارب وقاتل بدك يعمله، بس 34 35 خلص 7 7 7 7 7 هي السبعة. كل اللغات اليوم بتحكي شو هني أعداد السبعة؟ منازل الله سبعة، واحد اثنين أحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة، لا إله إلا الله محمد رسول الله سبعة، كل في سبع خطوات حتى سبع جار. كلنا عندنا هالطاقة، أنا أتيت لأنك أنت مسيح، المسيح قام حقا قام، مش هو أنت أنا، بس نحن عم نردد كلمات. مشان هيك عم نتعلم اليوم بهالحضرة عنده، انتبهوا شو هالعادة اللي عندك، خير عادة إن ما تعتاد على أي عادة.
يعني ما موت علي ايش بدي اعمل؟ ما حدا بيحبني غيرها. كبه. بس كل ثيابك صارت دخان. وتفوت على بيتك وفي عندك طفلين. انا معود عليها يا خيي. بالخمره بتضر نفسك، بس بالدخان عم كلنا سكند سموكرز. بالصريخ وبالعيط بتضر كل الجيران. انتبهوا شو عم بيصير، راقب جارك واخدمه وساعده. انا كان عندنا شجره بالحاره الويزه وإلها اسم تاني. إلها اسم تاني كمان. ما في بيت بالحاره بالغبيره بالشياح وين ما كان فيها. نغلي ونص الاولاد، نغلي ونص الاولاد. انتقلت على الاشرفيه وحطيت وحده شجره عندي على البلكون. تموت تموت تموت. جارتي تقول لي ما بحسدك على شيء الا على هي. حطيت عندي وعندها. عاشت اللي عندها وعاشت اللي عندي. فإذا نحن جيران، الجار للجار لو جار.